فإن قالتك وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممن أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ولهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.